أهلا بكم من جديد. عقد في مملكة البحرين المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2019، والذي حمل عنوان إعادة ابتكار الخدمات المالية بحضور فاق 1000 شخص. ويعد المنتدى فرصة جيدة للتحدث عن مزايا البحرين والنقاش عن التغييرات التي تحدث في القطاع المالي برعاية كلا من بنك البحرين والكويت وبنك بي ام بي باريبا وبنك البحرين الوطني ومصرف السلام. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. في ظل سعي العديد من الدول إلى التعامل مع الابتكار التقني وسط الضغوط الاقتصادية والمشهد التنظيمي الجديد، يعمل المنتدى المالي الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي على مناقشة هذه القضايا التي باتت البحرين تسير على النهج الذي يكفل لها التكيف مع التغيير ودعم منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية. هذه طبعا يعطينا فرصه ان نتكلم عن مزايا البحرين والنقاش عن التغييرات اللي تحدث الان في القطاع المالي، ويتخيل التركيز على التقنيه الماليه اليوم حتى من نوعيه المتحدثين، وجود شخص مهم مثل ستيف ووزنياك اللي اسس من المؤسسين حق شركه ابل، يعطينا فكره ان اليوم في ازدواج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، ولازم البحرين لانه قطاع مالي قطاع مهم لازم يكون لنا تفكير ايضا لمستقبل القطاع المالي. اتخذت المؤسسات المالية في البحرين عدة خطوات لتبني التقنيات الإحلالية وتعزيز الكفاءة وخلق بيئة استثمارية مثالية، ما يجعل المملكة وجهة مفضلة لمناقشة إعادة ابتكار الخدمات المالية. هو قطاع جديد من التمويل الذي يأخذ بأسباب التكنولوجيا، فبالتالي أعتقد بأن رواد الأعمال وخاصة الذين هم في مجال التكنولوجيا والخبراء في مجال التكنولوجيا عليهم باقتناص الفرص في هذا المجال. اليوم في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 80% من الناس أو السكان ما عندهم حسابات في البنوك، فمع هذه التكنولوجيا تعطي البحرين، خاصة البحرين في الفترة الأخيرة كانت مركزة على هذا القطاع ومركزة على تنميته، بتعطيها الإمكانية أن تدخل مو بس على مستوى المنطقة بس على مستوى الإقليمي. يجمع المنتدى تحت مظلته مشاركين من مختلف دول العالم، ويركز من خلاله على تحليل قضايا التمويل المسؤول ودور المرأة في قيادة الابتكار في المجال المالي والخدمات المصرفية المفتوحة وتوجهات التكنولوجيا المالية المتوقعة في الشرق الأوسط. للنشرة الاقتصادية إيمان شرف، تلفزيون البحرين. جمعت شركة ممتلكات البحرين القابضة 600 مليون دولار عبر إصدار صكوك بفائدة 5.625%. وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تعد بمثابة صندوق البحرين السيادي محمود الكوهجي في لقاء مع قناة سي ام بي سي عربية إن الفائدة على هذا الإصدار من الديون كانت أعلى من الفائدة على سندات البحرين السيادية بثلاثين نقطة أساس فقط، ويعد هذا رقما قياسيا غير مسبوق. كما أشار الكوهجي إلى ثقة السوق المالي في الاقتصاد البحريني بعد بداية برنامج استعادة التوازن المالي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة. مساء الخير أستاذ محمود، وفي البداية ما هي تفاصيل الإصدار الجديد؟ مساء الخير أختي العزيزة وأخواني المشاهدين. طبعا مثل ما ذكرت في المقدمة، هذه كان إصدار سندات إسلامية قامت بها شركة ممتلكات، والهدف منه مو زيادة حجم الاقتراض اللي موجود في الشركة، بل إعادة تمويل ديون سابقة مستحقة نهاية السنة هذه. نعم. وكيف ترون نجاح الصفقة بالنسبة لممتلكات ولمملكة البحرين أستاذ محمود؟ أنا أعتقد أختي العزيزة كان نجاح للبحرين. طبعا البحرين مركز مالي، وكانت في بنوك هنا متوفرة وسيولة موجودة أنه ممكن يمولون ممتلكات. نعم. بس احنا فكرتنا كانت أن احنا نتواصل مع البنوك العالمية بحيث أن يكون عندنا هدف نعرض عليهم البحرين والاقتصاد البحريني، ونشوف مستوى تقبلهم والانطباع اللي عندهم عن الاقتصاد البحريني. والحمد لله والشكر أنه كان انطباع إيجابي جدا جدا عن مكانة الاقتصاد البحريني، وأبدوا ثقة كبيرة في الاقتصاد البحريني، خصوصا ما مثل ما ذكرت بعد الخطوات
يعني التصحيحية والخطوات اللي قامت فيها الحكومة الرشيدة للحصول على للوصول إلى نقطة التوازن المالي. نعم. هذه كان نقطة حاسمة جدا لتشجع المستثمرين، إن كان الاكتتاب أكثر كبير جدا من إحنا كنا مطلوب منه. نعم. تمنياتنا نعم. إحنا كنا مستهدفينه كان بحدود 500 مليون، الاكتتاب وصل إلى 4 مليار دولار. وهذه في عند مصارف البنوك وعالم المال يبين مدى الثقة في الاقتصاد البحريني. نعم. تمنياتنا للاقتصاد البحريني بمزيد من الريادة. الأستاذ محمود الكوهج الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.46% بإقفال عند مستوى 1414 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,296,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 937,000 دينار تم تنفيذها من خلال 118 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8439 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.7%. وبالنسبة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5139 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبة 0.47%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2683 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.85% ليكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن السعودية تستهدف تصدير 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030 من موارد تقليدية وغير تقليدية. وأبلغ أمين الناصر الصحفيين في لندن أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وأن أرامكو السعودية ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة. تكبد جهاز قطر للاستثمار خسائر فادحة من جراء هبوط حاد في أسهم شركة متاجر سينسبيري البريطانية التي تملك الدوحة أسهما فيها. وبحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، فإن الجهاز القطري الذي يملك أكثر من خمس الأسهم في سلسلة المتاجر خسر أكثر من 336 مليون دولار، وليست متاجر سينسبيري الوحيدة التي تكبد الدوحة خسائر مالية كبيرة، إذ هناك استثمارات أخرى تشهد تراجعا وتملك فيها قطر حصة مهمة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة هيونداي موبيز توافق على تنفيذ برنامج لإعادة 2.3 مليار دولار إلى مستثمريها. كشفت تقارير إخبارية في إيران عن تدني مستوى إنتاج السيارات في البلاد لأقل من النصف طوال الأشهر الأخيرة، وذلك ضمن تداعيات تدهور معدلات النمو الاقتصادي بخلاف حالة كساد تضرب أغلب أسواق البلاد. ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن وزير الصناعة والتجارة في حكومة طهران رضا رحماني أن نسبة تصنيع سيارات الركوب المحلية قد انخفضت لأقل من النصف. وذكر تقرير صادر عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا مؤخرا أن نسبة إنتاج حافلات الركاب في إيران وصلت إلى صفر في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.
تتجه الحكومة السودانية للتحول لنظام الدفع الإلكتروني وإلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين باستخدام بطاقات الصراف الآلي والجوال في عمليات الشراء والبيع وسداد الرسوم الحكومية والخاصة، وذلك لحل أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد منذ بداية عام 2018. ويؤكد خبراء مصرفيون أن الحكومة السودانية اتخذت قرار التحول نحو الدفع الإلكتروني كحل أخير لمشكلة السيولة النقدية في البلاد التي تؤرق المتعاملين في البنوك في السودان، وذلك مع استمرار أزمة شح السيولة ومعاناة المواطنين والتجار من قرار تحديد سقف ضعيف للعملاء لسحب أموالهم المودعة في البنوك. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أنها ستترك للبرلمان خيار التصويت في 14 مارس بشأن إرجاء بريكسيت لفترة قصيرة في حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت مي أنه في حال رفض الخياران ستطرح الحكومة في 14 مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديدا قصيرا ومحدودا للمادة 50، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو. وأكدت أنها لا تزال تريد خروجا من الاتحاد في موعده المقرر في 29 مارس، وكررت وعدها إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على درجة الجدارة الائتمانية لإيطاليا عند مستوى BBB، وذلك رغم سياسة روما المثيرة للجدل فيما يتعلق بالموازنة العامة للبلاد. وأوضحت الوكالة أن إيطاليا لا تزال مهددة بتخفيض درجة تصنيفها الائتماني، ومن ثم أبقت فيتش على نظرة مستقبلية سلبية للجدارة الائتمانية لروما. وعزت فيتش درجة التصنيف والنظرة السلبية إلى سلسلة من عوامل الضعف في الاقتصاد الإيطالي، بينها الديون المرتفعة وعدم إجراء أي تعديلات هيكلية في الموازنة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وافقت شركة هيونداي موبيز على تنفيذ برنامج لإعادة 2.3 مليار دولار إلى مستثمريها على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. ويعد المبلغ الذي أعدته هيونداي موبيز أقل من التي طالبت به إليوت مانجمنت أحد أبرز المستثمرين بالشركة، حيث طالبت بتنفيذ برنامج عوائد للمستثمرين قيمته 4 تريليونات وون.